مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات البرية ونباتات الزينة. عندنا اليوم نبات صبار سوبلاتا أو إبرة حواء، هو نوع من النباتات بعد جنس الصبار من فصيلة الصبارية، هو نوع من الصبار الأصلي في جبال الأنديز البيروفية. اسمه دبوس حواء او ابرة حواء. الوصف، ارتفاعها تصل تقريبا الى 4 امتار. الزراعة، نبات نموذجي مقاوم للجفاف، يتطلب درجات حرارة اعلى من 10 درجات مئوية، ولكنه لا يزال قادر على تحمل درجات حرارة أقل من الصفر لفترات قصيرة. تنمو وتحتاج إلى التعرض الشديد لإشعاع الشمس، يعني ركود المياه بشكل خاص، لذلك من الضروري أن تزرع في تربة جافة للغاية ولا يتم ريها كثيرا في الأواني. كمية صغيرة من الماء تكفي مرة كل 10 إلى 12 يوم، ولكنها لا تستهين بمياه الأمطار حتى لو في كثير من الأحيان. نبات طبعا يزرع كنبات زينة حول العالم. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام.